استقبل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغرة في عدن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكوغلدريك، ودعا ميليشيات الحوثي للانسحاب من المدن وتسليم السلاح ووقف عدوانها على الشعب اليمني لإنهاء الحرب. شن التحالف العربي غارات طالت مواقع للميليشيات في موزع بتعز ومديريتي المتون والغيل بالجوف وكتاف ورازح بصعدة وميدي وحرب بحجة. في البيضاء شنت ميليشيات الحوثي قصفا عشوائيا على مناطق آهلة بالسكان في مديرية الزاهر، فيما قتل 3 من تنظيم القاعدة بغارة لطائرات أمريكية دون طيار في مديرية الصومعة. بدأ الحوثيون حملة تجنيد إجباري تركزت على الأطفال بالمحويت، وفرضوا على قيادة السلطة المحلية بمديرية الجبل جمع 170 مقاتلا لرفض الجبهات. باشرت قوات أمنية وعسكرية تنفيذ إجراءات أمنية لحفظ الأمن وحماية الطريق الرئيس بمركز محافظة الضالع. نفذت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات طالت عددا من المواطنين بمديرية ثلا في عمران واقتادتهم إلى جهة مجهولة. يواصل مئات الموظفين الحكوميين لليوم 12 اعتصاما مفتوحا وسط مدينة تعز احتجاجا على عدم صرف الرواتب. تفاصيل الأخبار في نشرات الأخبار اليومية على قناة يمن شباب، تجدونها في مواقع التواصل الاجتماعي للقناة. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.